انت جيت من شويه وقاعد في الضلمه ليه؟ الظروف بتحكم. مالك متضايقه ليه؟ لا معلش انا عارف الناس اللي انتي خرجتي معاهم دول دمهم تقيل. ما تاخدش في بالك انتي عارفه ظروفي وضعي في المجتمع ما يخلينيش اقدر اظهر كتير في اماكن عامه وطبعا مش معقول احبسك في البيت ما يطوعنيش قلبي. قلبك ده بيكره ناس كتير قوي. حلال عزت بينادي العواطف. تعبانه تعب ده ما انس معاكي من يوم ما رجعتي من السفر يا حنان. وايه دخل السفر في كده؟ مش عارف مناخيري شم حاجه كده مش عجباني. انت دايما بتشك في كل حاجه والشك بيعذب. العذاب والتعذيب دي لعبتي انا يا حنان. انا منتظر الجوع. احكوا معي احكوا مع حرام. يعني كانت بتتسلى بيا. شوف يا ممدوح يا ابني ولاد الزواج دول لهم هوايات تفلق. انا بكره هعدي عليها وهرملها فلوسها في وشها وافهمها يعني ايه كرامه ابن البلد. جدع على ولو جدع بقى كلها قلمين وشدها من شعرها زي بطل فيلم الشلاشيح. فيلم ايه؟ الشلاشيح. اي خدمه؟ هو في مهتم هنا ولا ايه؟ ولا انت بتشتغل هنا؟ ايوه. مين يا محمود؟ واحد يا فندم بيعمل معايا تحليل. انت مين وعاوز ايه؟ ممكن الاول افهم مين سيادتك؟ للمرة التانية بسألك انت مين وعاوز ايه؟ وانا للمرة التانية والاخيرة بقول لك مين سيادتك؟ بلاش قلة ادب يا ولد. انت كامل! انا عايز حنان هاني. حنان؟ عايز حنان ليه؟ ده موضوع خاص من ساعة ما كنا مسافرين سوا. مسافرين سوا؟ الحمد لله على السلامة يا ابني. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل يا ابني اتفضل. اتفضل اتفضل اتفضل. سريع اتفضل يا محمود. هات واحد ليمون للاستاذ يبلي بيه ريو. ومع الليمون واحد قهوه ماله يعني فوق المظبوط بشعره عشان الواحد يوزن دماغه. اهلا وسهلا. اصل سيادتك شخطت فيها شخطه بره خلت الواحد. لا معلش معلش. على راي المثل بيقول لا محبه الا ما بعد عداوه. العداوه ليه يا فندم؟ ربنا ما يجيب عداوه ابدا. لا ان شاء الله ما فيش حاجه. امال حنان هانم فين؟ الحقيقه حنان مش موجود بس انا وحنان واحد. انت والدها؟ بالظبط. برافو برافو. انت انسان ذكي جدا ولماح. انا فعلا والد. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا. اتفضل يا ابني اتفضل. ما يصحش يا عم يعني ايه؟ لا 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 انت حنان بنتي وانت صديق حنان تبقى في معزه ابني بالظبط. فندم العفو. عفو عمي. اهلا وسهلا. القهوة بقى يا عمي. القهوة أبو حنفي. والله يا عمي سيادتك الحقيقة في منتهى كرم الأخلاق. ميرسي. مع إن اللي يشوفك وأنت بتشخط فيها بره يقول على سعادتك من ضرب اللبانة. ظريف ظريف أوي. قول لي بقى احكي لي أنت اتعرفت على حنان إزاي؟ ها؟ هو أنا أصلي يعني قابلتها على المركب. هو انت؟ الله هو هي قالت لحضرتك؟ حنان بنتي ما تخبيش عني حاجة خالص ولو اني انا احب اوي اسمع الحكاية دي منك انت تاني. والله يا عمي الحكاية زي ما انت عرفت بالظبط. يعني حنان هانم
فهمتني انها بنت فقيره وعلى قد حالها زي حالاتي. فرحت بيها موت. حبيتها. حبيتها؟ لا حبيتها جامد، انا اقول لك الحقيقه، حبيتها جامد قوي قوي قوي. قضيت انا وهي اسبوع. كان حته اسبوع. اسعد اسبوع قضيته في حياتي. والله يا عمي، عارف يا عمي؟ هي اللي اتمنت انها تكون شريكة حياتي. والله يا عمي. عظيم. هدف نبيل جواز ابني نص دين، ومفيش احسن منه. كمل يا ابني، كمل كمل. فجأة بقى هي يا عم اختفت. عشت ايام سودة وهي مش معايا. لغاية ما رجعت بقى وشفتها امبارح صدفة. وشفتها فين بقى؟ شفتها تتعشى امبارح في الاوتيل. وانت كنت في الاوتيل؟ لا، انا اصلي بشتغل هناك يعني. هي نعم شغلانة مش قوي، انما انا عندي مؤهل جامعي برضه عندي. عظيم عظيم، ده انت نموذج من الشباب المتطور، وانا يعجبني قوي الشباب اللي بالشكل ده. انت قلت لي اسمك ايه بقى؟ اسمي ممدوح يا فندم. ممدوح احمد عبد الرحمن. انعم واكرم يا ممدوح، اهلا وسهلا. وطبعا انت دلوقتي جاي تخطبها مش كده؟ لا لا، اخطب ايه بقى؟ هي فين وانا فين يا عمي؟ هي اصلا كانت ادتني قرشين عشان تساعدني في الغربه، فانا جاي اشدهم لها. وبعدين كنت عايز اقول لها كمان، اي نعم انا فقير بس عندي كرامه وعزه نفس. مش انا مظبوط برضه عامي ولا ايه؟ من حقك، من حقك يا ممدوح. عظيم. انا شخصيا يا ممدوح قلبي اتفتح لك بشكل فظيع. انت بتحبها؟ اكيد بتحبها. انا عارف بنتي حنان جميله وتتحب. تعالي يا حنان، تعالي سلمي على ممدوح. معلش يا ابني، اصل البنات دايما كده بتتكسف قدام ابهاتها، لكن لما بتبقى لوحدها بتبقى يا حفيظ يا حفيظ. انت ايه اللي جابك هنا؟ انا جاي عشان ارجع لك فلوسك. مبروك، الاستاذ ممدوح خطبك، وانا شخصيا خدت تليفونه واسمه علشان ابقى اسال عنه. لا لا، اطمن اطمن يا استاذ ممدوح جدا. احنا ما يهمناش الغنى ولا فلوس ولا، احنا كل اللي يهمنا الاصل والاصول، ناس طيبين. لا اطمن اطمن قوي يا ممدوح، وانا هبقى اسال عليك بطريقتي يا ممدوح. مع السلامه.